بسم الله، مرحبا بكم. معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي في برنامج مايكروسوفت وورد بعنوان اختصاص الصورة بشكل مميز أو عمل إطار حر للصورة في الوورد. هنشرح إزاي نعمل صورة زي اللي قدامنا دي. طبعا في 3 صور في الشاشة. أول صورة اللي هي الصورة الكبيرة ديت، طبعا هنتعلم إزاي نعمل صورة زي ديت في الوورد مش في برنامج. مش هنفتح مثلا برنامج انديزاين مثلا، ولا هنفتح مثلا فوتوشوب ولا الستريتور ولا حتى باوربوينت. لا، هنشتغل في الوورد ونعمل الصورة اللي هي زي دي، او الصورة في الشمال كده تحت كلمة مرفق ملف العمل. الصورة دي طبعا على شكل حرف اس، او اي شكل، اي حرف انت ترسمه بايدك وبعد كده تعمل الصورة، او صورة على شكل غير منتظم زي ده كده في الشاشة. ده اللي هنحاول نشرحه بكل التفاصيل في الفيديو الحالي. كمان مرفق ملف العمل تحت الفيديو في اليوتيوب، في صندوق الوصف موجود لينك الملف اللي اشتغلنا عليه ده، ولكن ليه كلمة سر، وكلمة سر هنقولها ان شاء الله في خلال الشرح. فمهم ان انت تتابع معانا الشرح، ولو عند حضرتك اي استفسار اكتبه لنا في التعليقات ونبدأ على بركة الله. اول خطوة كعادتنا دائما هنبدأ يعني من البداية تماما، نحذف كل الشغل الحالي. هنحذف الصورة دي، حددها وديليت من لوحة المفاتيح، ونحذف الصورة دي، ونحذف أيضا الصورة دي. يبقى عندنا ملف الوورد ده فارغ تماما. الآن هنبدأ نضيف الصور. أنا عندي أكتر من فكرة. الفكرة الأولى إن أنا هضيف إدراج من إدراج insert، هضيف شكل من الأشكال وليكن مثلا شكل النجمة دي، ونرسم النجمة. وبعد ما نرسم النجمة نبدأ نحرر النقاط بتاعتها. ولكن خلينا نأجل الخطوة دي ثانية واحدة كمان، أو يعني درجة واحدة. من إدراج هضيف صورة مباشرة، ماشي، ونضيف الصورة دي مثلا. الصورة دي طبعا عشان أحركها المفروض إن أنا مثلا أخليها مشدود أو أي حاجة من الحاجات دي، أخليها أمام وأحركها كده. الصورة دي أنا عاوز إن أنا أعملها اختصاص لشكل معين، فهروح للاختصاص، ودي فكرة كويسة جدا. بدل ما أضغط على اختصاص كروب من هنا مباشرة، لا، اختصاص للتشكيل، وهنا هبدأ إن أنا أحدد الشكل اللي أنا عاوزه وليكن النجمة دي مثلا. الفكرة اللي أنا عملتها دي هتخليني معايا نجمة، والنجمة دي المفروض إن أنا بعد كده هحرك النقاط دي يمين ويسار كده على حد ما أوصل للشكل اللي أنا عاوزه. ولكن الخطوة اللي أنا عملتها دي إن أنا ضفت الصورة وبعدين قصيتها على الشكل، مش هيديني هنا في أدوات الصورة أدوات الشكل اللي أنا يعني أستطيع إن أنا من هنا أوصل للنقاط بتاعة الشكل ده، النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، مش عارف إن أنا أوصل لهم بالطريقة دي. فأنا مش هستخدم الخطوة دي، هعكسها. هضيف الشكل الأول وبعدين أضيف فيه، طبعا أنا حذفت هنا، هضيف الشكل الأول وبعدين أضيف فيه الصورة. يعني هنا كده هضيف شكل وليكن الشكل ده. طبعا في أكتر من طريقة، ولكن دي يعني أول طريقة هنعرضها، وهنعرض طريقة تانية كمان شوية. ماشي، أدي الشكل أهو معانا. وبعد ما أضيف الشكل كده أعمل له تعبئة بصورة، وأختار الصورة اللي عندي. سهلة خلاص أهي. يبقى انا عندي صوره وعندي شكل. لاحظ هنا في اعلى الشاشه، هنا في وسط اعلى الشاشه، في عندي ادوات الرسم تنسيق وادوات الصوره تنسيق. يعني التنسيق بتاع ادوات الصوره ده بيتحكم في الصوره. في الصوره لو عملنا مثلا تصحيحات وعملنا كده الصوره، ده حصل التصحيح ده، الالوان وخدنا ده، حصل اللون ده كده، ده في الصوره. انما ادوات الرسم تنسيق ده يدينا تنسيق الشكل اللي انا عامله ده. يعني مثلا تعبئة الشكل، خليت التعبئة باللون ده، اشوف ده تعبئة الشكل. هعمل تراجع 3 مرات عشان 3 خطوات دول انا مش عاوزهم. خلاص، دي اول حاجة، انا ضفت الصورة ها بداخل الشكل. تمام، ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هروح لادوات الصورة تنسيق؟ لا، انا هشتغل على ادوات الرسم تنسيق ده. وهنا في حاجة اسمها تحرير الشكل. تحرير الشكل هروح هنا اختار تحرير النقاط، وشوف ايه اللي هيحصل لما اضغط عليه كده. هيقول لي في نقطة سودة هنا اهيت، ممكن امسكها واحركها كده. وبعد ما احركها كده في نقطتين بيض جنبها كده بالابيض، ممكن احرك كده وكمان احرك كده. الحركة دي بتديني الانبعاج ده. ماشي، امسك النقطة دي واوديها كده. خلينا نبعد عن وش كده، وشه والوجه يعني، ونروح لده
ونحرك النقطة دي كمان كده، وبلاش تكون يعني مدببة كده أو حادة، تبقى منحنية كده، والنقطة دي تيجي هنا، وبلاش تكون برضو الزاوية بتاعتها قوية كده، تكون ايه يعني منحنية كده، والنقطة دي كده برضو نفس الكلام، ونخلي الانحناء بتاعها بسيط شوية، وناخد النقطة دي هنا ماشي، والنقطة كده. طيب انا عاوز بقى النقطة دي اللي تحت دي، خلينا نروح تاني، اللي اول ما تبعد عنه وترجع تاني هتلاقي الشكل ده. خلينا نقول تحرير الشكل تاني، تحرير النقاط، وهنا انا عاوز اعمل نقطة هنا، اضغط فبيظهر معايا نقطة، حرك تتحرك معايا، اضغط هنا يبقى انا كده ممكن اضيف نقاط زي ما انا عاوز، تمام؟ يعني هنا لو عايز اضيف نقطة اضغط واسحب كده، بقى عندي نقطة، والمقابض بتاعتها كمان اللي هي بتخليها حادة جدا ماشي، او يعني منبعجة كده، تمام. طيب خلينا نضيف نقطة هنا ونسحبها للداخل، ونقطة هنا ونجيبها كده ماشي عادي خالص، جميل جدا، ونقطة هنا وناخدها هنا كده، ها، وناخد دي فوق شوية، وناخد دي كده شوية، ودي هنا قليلا. يبقى انا عملت كل الشغل ده على النقاط دي، دي اول طريقة، وهكمل طبعا كده في الناحية التانية. النقط البيضاء دي مهمة جدا، البيضاء دي المربعات اللي بالابيض، لان هي اللي بتديني يعني زاوية الانحناء دي، او درجة الانحناء اللي انا عاوزها كده، شوف كده، خليهم قبل بعض كده كأنهم مستقيم، فيبقى الزاوية منحنية كويس. لو زودت كده هتبقى الزاوية يعني ايه فيها داخل كده شوية. خلينا نروح لتحرير الشكل تاني، النقاط، ومن هنا ندخل بيها كده، وناخد انحناء بسيطة جدا، وده نسحبه كده، وانحناء كده عشان ساديو ماني كده، ومحمد صلاح طبعا، يبقى كده بالشكل ده. يبقى احنا كده وصلنا ل يعني بعض الايه ده، الشكل الجميل اللي ايه، شكل كأنه كده رسم حر كده باليد بالقلم، وبعد كده شخبطنا شخابيط كده، وبعد كده عملنا ايه، عملنا الصورة عليه. كمان ممكن اعمل هنا المخطط التفصيلي، اخليه بلون مثلا وليكن اللون ده، وتأثيرات الأشكال أخليه التوهج بنفس اللون ده، يبقى كده ظهرت الصورة بالشكل ده. ممكن بعد كده تصغر من أحد الأركان أو تكبر وتحركها، طبعا دي الصورة الأولى معانا، أصغرها شوية. نبدأ بقى نشوف يعني حاجة تانية ممكن نعمل منها نفس الفكرة دي. الطريقة التانية، كلمة السر هي صورة للملف العمل الحالي. الطريقة التانية إن أنا هروح لإدراج أشكال، في حاجة في الأشكال اسمها شكل حر، اللي هو ده شكل حر، تمام. ده بيكون لو مش موجود عندك في المكان ده فممكن هتلاقيه فين، شكل حر هنا في الخطوط، خطوط الرسم هنا. أول ما تضغط الشكل الحر ده، خلينا نرسم بقى حرف الإس مثلا، يبقى أنا هاخد نقطة كده ونقطة كده، وبعدين أطلع كده 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 أهو، تمام كده كده كده، وبعدين أرجع كده كده. اي شكل كده، وبعد كده نبدا ايه، اول ما توصل للنقطه الاخيره بص اهو، فيبدا ان هو ايه يقفل لي الشكل بتاعي. ده الشكل اللي انا رسمته، ولكن مش منضبط. طيب نظبطه ازاي او نعدل فيه ازاي؟ عادي خلاص، من تحرير الشكل في تحرير النقاط، ونفس الفكره، خد النقطه دي اسحبها كده، وخد النقطه دي اسحبها كده، وخد النقطه دي هنا. خلينا نصغر المساحه اللي جوه الكبيره جدا ديت ماشي كده وكده، يبقى كده حرف الايه الاس هيتظبط معايا كده، يعني هو مش هيتظبط طبعا لان الرسمة مش حلوة،
وخلينا نقول بقى ان ديت نجيبها بعيد جدا كده، ودي تيجي كده يعني. لو عايز تزود نقاط بقى، يعني مثلا الحتة دي عايزين نزود فيها نقطة، يبقى نحط ونسحب كده النقطة هنا نحط. طبعا خلاص كده نروح تاني لتحرير الشكل، تحرير النقاط. عايز ازود نقطة هنا مثلا كده، عايز ازود نقطة هنا كده، عايز ازود نقطة هنا كده، وهكذا. خلاص عايز اعمل الانحناء اللي هنا ده، من المقبض ده عاوز اعمل انحناء هنا كده او استدارة كده، ماشي. وهكذا يعني، سهلة خلاص اهيت. بعد ما تخلص كل حاجة تعمل ايه؟ تعمل تروح بقى للتنسيق، تعبئة الشكل، صورة، واخد الصورة بتاعتي اللي هي دي مثلا نفس الصورة، احدد الشكل تاني، اروح لتحرير الشكل، اظبط بقى مكان النقاط، يعني مثلا فيرجيل تحرير النقاط، صور رأسه مش باينة هنا، عاوز رأسه تبان، يبقى انا اعمل كده عشان اظهر رأسه. كمان ساديو باين الحلقة الجميلة دي، محمد صلاح لا الدنيا مش ظاهرة معاه هنا، نبدأ هنا نظبط الحاجات دي كده، يبقى كده تمام مثلا يعني. طيب انتهينا بقى من كل ده وخلصنا كل اللي احنا عاوزين نعمله هنا. طيب بعد كده هعمل ايه؟ المخطط التفصيلي للشكل ده هو الشكل الخارجي، عليه خط بالأزرق كده الحدود بتاعت الصورة دلوقتي، فأنا عاوز أغير الحدود دي. أنا عندي فكرة بسيطة جدا، أعمل نفس التنسيق اللي هنا ده اللي هو التوهج مع الحدود دي، أحدد الصورة وأروح للصفحة الرئيسية، وعندي هنا في فرشاة التنسيق دي نسخ التنسيق، أضغط عليها وأختار الصورة الجديدة، بس سهلة خالص، هينسخ التنسيق اللي كان موجود هنا للتنسيق للصورة الجديدة. لو لسه عاوز تعمل أي تعديل على الصورة دي مفيش مشكلة خالص، بتبدأ تروح تضغط كده وتروح لأدوات الرسم وتحرير الشكل وإيه، وممكن هنا كمان أغير الشكل، أغيره لأي شكل آخر ماشي. إنما أنا بتكلم في الفيديو الحالي عن تحرير الايه الصورة ديت او تحرير الاشكال، بحيث ان هي تديني انطباع كده ان ده معمول او مرسوم بخط اليد كده، ونبدأ اننا يعني نشتغل عليه بالطريقة دي. دي الفكرة اللي حاولت اشارك بيها في الفيديو الحالي، وحاولت اشرحها بكل التفاصيل. اشكر لكم المشاهدة الطيبة، ادعمونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات ومشاركة الفيديوهات والانتساب للقناة، فالانتساب هو دعم مادي مباشر. شوف احنا نسينا الراجل ده ماشي، وشه مش ظاهر معانا طبعا. هنروح لتحرير النقاط، كنت بقول لحضراتكم الانتساب للقناة ده يعني بيكون دعم مادي مباشر للقناة، ويعني نشكر كل المساهمين وكل المشاركين في دعم أي قناة تعليمية، لأن طبعا مش قناتنا بس، القنوات التعليمية تحتاج إلى الكثير من الدعم. وإن شاء الله نشوفكم على خير في فيديوهات قادمة، وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.